بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اولا بشكركم جميعا على الحضور الجميل ده، واللي انا شايف ان هو يتناسب مع حجم المجلس اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. عايز اقول ان في نمو كثيره جدا شرفت بتمثيل النادي الاهلي وساهم في البطولات على مدار تاريخه، بس القليل منهم اللي هو يعني بينتصف مدى الحياه بالنسبه له بصبغه النادي الاهلي. ومن هؤلاء النجم الكبير حسام غالي اللي احنا بنحتفل بيه النهارده. ويمكن في صفات كثيره جدا بتبقى موجوده بالنسبه للنجوم، الا ان في صفه مهمه قوي بتبقى موجوده في بعض النجوم اللي هم الابرز، الشخصيه بتاعت حسام غالي شخصيه راقيه كانسان، شخصيه فيها قياده، شخصيه فيها قدره على ان هي تعبر عن نفسها بشكل جيد سواء فنيا او اخلاقيا او سلوكيا او رياضيا. النهارده انا بعتبر الحياه كلها عباره عن محطات بتبدا ومحطات بتنتهي. محطه بتنتهي بيه كلاعب النهارده، ولكن بتبدا بيه ان شاء الله في مجالات اخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف اليه في ان شاء الله في المستقبل، سواء في الناحيه الرياضيه او في الناحيه الخاصه به في الحياه العامه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اقامه مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه مع عطائه كبير جدا للنادي الاهلي، ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عمليه التقدير وعمليه الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمر بيها على مدار حياته. بشكر الاعلاميين اللي هم ساهموا في ابراز النجوميه، لان النجوميه مستويات، واعتقد ان حسام غالي خد حقه كويس قوي من الاعلاميين، لذلك انا بقول لهم الشكر. لان الاعلام هو اللي بيقدر يعكس شكل النجوميه للمتفرج وللناس كلها. بشكر حسام غالي على كل اللي قدمه للنادي الاهلي، وبشكره على مشواره الطويل اللي اداه في الملاعب، وبشكر الشركه الراعيه لهذا المهرجان الاستاذ مينا نجيب اللي الحقيقه بيبذل مجهود كبير جدا، واللي كان ليه برضه قبل كده سابقات اعمال مع النادي الاهلي. وفي الاخر وفي الاول بتمنى التوفيق ان شاء الله لكل نجوم النادي الاهلي، واتمنى لحسام بشكل شخصي انه يوفق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله تعالى. شكرا.